خليني ابدا مع حضرتك استاذه فريده من الحوار الوطني، وازاي حضرتك بتشوفي ان الحوار الوطني تم تمهيد الطريق ليه جيدا ليكون حقيقي حوار مثمر ومفيد؟ بالظبط، ما هو احنا شايفين دلوقتي ازاي بيتقدموا وازاي كل يعني كل محور، مثلا المحور السياسي اتكلموا فيه كويس قوي، وفي اكتر من 40 حزب يعني مشتركين، وتبادل الاراء هو اكتر حاجه يعني ثراء للفكر وللرؤية ولكل القضايا المصرية. فهم النهاردة بيتكلموا على أنهم بعد كده يعني في الحوار المجتمعي، وفي من الحوار السياسي يعني في توجه أن نشوف كل حاجة في البلد، كل حاجة من ناحية السياسية، من ناحية الاقتصادية، من ناحية الاجتماعية. ده الحوار ده يعني أكبر هدية حصلت لمصر في الفترة الأخيرة دي، لأنه تبادل الآراء بالنسبة لكل المشاكل، ما فيش بلد ما فيهاش مشاكل. طول ما الإنسان بيتولد عنده حاجات لازم تتم يعني. فطول ما في المشاكل دي، كل ما تتحل كل ما الدولة بتتقدم خطوات إلى الأمام. فأنت عندك يعني ناقشوا حاجات مثلا في مجال الصناعة، في مجال الزراعة، في مجال التعليم، في مجال الصحة، في مجال السياسة، في كل المجالات بيبقى النقاش بيثري المعلومة وبيثري التجربة وبيضيف إليها، يعني بيقدمها، مش ما بتقفش واقفة كده محلك سر. فالحوار الوطني أنا شايفة أنه خطوة هايلة، وأن الناس اللي فيه فاهمين دورهم لغاية دلوقتي يعني مفهوم قوي، ودايما كل يوم بنتقدم زيادة. إلى أي مدى برأي حضرتك أستاذة فريدة الحوار الوطني قادر على تحديد أولويات المرحلة المقبلة في الجمهورية الجديدة؟ هو ما فيش حد قادر إلا بتوع الحوار الوطني، لسبب انه مين اللي يعني افرض انا عندي مشكله مثلا، يعني هقولها لمين؟ لما بيبقى في الحوار الوطني كل واحد بيفضفض وبيقول اللي عنده وبيطلع رؤيته للمشكله ولحلها كمان ساعات. يعني مش بس للمشكله، يعني انت بتشوفي ناس بتقول لك لازم نعمل كذا ولازم نعمل كذا. طب اللي لازم نعمل ده اللي عندهم افكار اتجمعوا كلهم في اطار واحد اللي هو الحوار الوطني، وهو حوار وطني يعني للوطن. فده يعني بيدي أمل في المستقبل جامد قوي، لأنه مفيش انفراد بالرأي، مفيش حد بيفرض علينا اعملوا كذا واعملوا كذا، لا، في تبادل آراء. بس هل ده بيصعب في الآخر؟ في بعض الأحيان ممكن يقولك طب ما ده في الآخر ممكن يشكل صعوبة للوصول لقرار أخير، تحديدا احنا في مرحلة دقيقة جدا يعني. بالعكس، لأنها دقيقة فده بيمثل ضمانة، لأنه هيبقى في كل الآراء مطروحة. لما كل الآراء مطروحة، لما تستقر الأغلبية بتاعة الموجودين على قرار هو ده كويس بقى. يعني بالعكس، ما نسيبها كده يعني، ما هو ما ينفعش. الحقيقة أيضا حرص الرئيس السيسي على إشراك كل الأطراف المختلفة من المجتمع في الحوار الوطني، إلى أي مدى ده برضه هام؟ لأنه فئة واحدة ممكن ما تكونش كافية في كل المحاور. طبعا. في سياسيين، في مختصين، في حتى شباب يعني طبعا مهتمين بالملفات دي. طبعا. إيه أهمية ده برأيك؟ أهمية ده أنه كل رأي بيجي مع رأي تاني بيوصلوا لرأي لحل تالت مثلا من الاتنين، بيكون هو الأنسب. لأنه زي ما قلت لك أنه لما حد ينفرد بالقرار، وده اللي من اهم ميزات الرئيس السيسي، ان هو مش منفرد بالقرار، هو بيقول تعالوا اتكلموا قولوا لي. يعني هو يعني مثلا يعني افرضي في مشكله في قريه مش عارف ايه، طبعا هو كرئيس هو مهتم بكل نبض قلب في مصر، لكن اكيد في ناس بتوصل له ده وهو مستمع، يعني مش بيقفل لا خلاص بقى انا مش عايز دوشه، لا بالعكس. فهي دي كمان يعني بتخلي كل مصري يحس بمسؤولية، إن هو يقول إيه اللي لازم يتعمل، وإيه اللي لازم يتعمل لصالح الوطن مش لصالحه هو، لأن لصالحه هو جربناها 40 سنة 50 سنة. يعني شوف ودتنا فين. فإن شاء الله إن شاء الله الحوار الوطني ده كمان الشباب النهاردة يعني الرئيس اداله ثقة في نفسه إنه يقول رأيه. افرضي رأيه مش 100%، لكن أكيد هيبقى فيه حتة صائبة وحتى تنفع البلد يعني. فأنا رأيي أن الحوار الوطني من أجمل الإنجازات اللي حصلت في مصر في الفترة الأخيرة. الأسبوع المقبل هيتم إعلان خريطة الطريق للحوار الوطني.
ازاي ممكن خريطة الطريق تفتح مساحات نقاشية يمكن وتخرج بتوصيات قابلة للتنفيذ؟ لأنها هتوري التوصيات اللي هتطلع بيها زي ما انت بتقولي كده لازم تبقى قابلة للتنفيذ، وهتطرحها على نطاق بقى المسؤولين. هيبقى فيه كلام انه انا وصلت توصلت الى انه عشان نحل المشكلة الفلانية مثلا فريق من الوقت لا لازم نعمل كذا، فده هيبقى يعني هو مش يعني مش رفاهية وتصوير في الاجتماع وكده، لا ده بيتعمل عشان البلد. فلما يبقى يتعمل ويوصلوا لقرارات محددة لمعالجة أي سلبية في البتاع، أو بلاش سلبية، للتقدم في مجالات كتيرة يعني، فده اللي كان منتظر من الحوار الوطني. وده الحلو، ده الإيجابي، ده الممتاز اللي هو هيجي كده قدام المسؤولين، أنت يا وزير الزراعة احنا عايزين كذا كذا، يا وزير الصناعة عايزين كذا، يا وزير التنمية المحلية وإلى آخره يعني كده، المالية في حاجات اقتصادية كله يعني كل حاجة بيبقى فيها مشاركة على نطاق واسع جدا يعني.